السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، حيث نقف فيها على أهم وأبرز ما تداولته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم، والتي تنوعت في تناولاتها بين العديد من الشؤون المدنية والعسكرية. ونبدأ من المواقع الإخبارية، ونبدأ من موقع الموقع بوست، والذي طرح تساؤلا عن دور أكبر للميليشيا المدعومة من إيران. وعلق الموقع: هل إيران قادرة على إرسال ميليشياتها إلى اليمن؟ وما أبعاد ذلك؟ وينقل الموقع عن مراقبين قولهم: إيران تسعى لتغذية الطائفية في المنطقة العربية بحديث وكلائها عن هذه الخطوة التي لا تخرج في الوقت الحالي عن دائرة التهديد، على غرار ما حدث في سوريا أو العراق، مشيرين في ذات الوقت إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إرسال طهران لميليشياتها وبأعداد ضخمة إلى اليمن بسبب البعد الجغرافي بين البلدين ووجود رقابة على السواحل اليمنية التي تستخدمها لتهريب الأسلحة إلى الميليشيا الانقلابية. ويسترد الموقع في تغطيته إلى أحد المتخصصين بالشأن الإيراني، والذي قال: من السابق لأوانه الحديث عن إرسال مقاتلين بالآلاف إلى اليمن، فلا حدود مشتركة تربط العراق باليمن كما إيران وحزب الله بالنسبة للعراق وسوريا، مؤكدا أن الميليشيا أو ميليشيا الحوثي تحتاج إلى خبراء صواريخ باليستية وخبراء حروب وتخطيط، إذا فرضنا أن المخططين جرى استهدافهم وليسوا مقاتلين، إلى جانب الكثير من الأسلحة التي سيتم تدفقها بعدة طرق. قالت لجنة رقابة وتفتيش حكومية شكلت من قبل مكتب وزارة الصحة بعدن أنها اكتشفت خلال شهرين فقط، وفقا لما قاله موقع عدن الغد، إن كميات ضخمة من الأدوية المهربة والأدوية التي قدمتها وكالات إغاثية إنسانية، ومنها الهلال الأحمر الإماراتي والمعونة الكويتية، تباع في الصيدليات الخاصة. وقال أحد أعضاء اللجنة إنه تم ضبط أكثر من 50 صيدلية مخالفة لشروط العمل من مجمل 80 صيدلية تم النزول إليها في عموم المديريات، مضيفا أن 40 صيدلية من مجموع ما تم ضبطه تقوم ببيع الأدوية التي تقدمها الهيئات الإغاثية، بالإضافة إلى بيع أدوية تالفة تهدد حياة الناس. يتابع الموقع مستندا إلى عضو اللجنة أنه تم سحب كميات ضخمة من الأدوية الخاصة بالإغاثة، وتقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال يمني. كتب أحد الصحفيين الشباب مقالا رث فيه أخاه الذي قتل في مدينة تعز، وسرد فيه لحظات قاسية ومؤلمة حين حل بهم الخبر وحين توقعه من قبل. وقال سلمان الحميدي في مقاله عن أخيه محمد: كان يسمعني بسرعة، يكبر بسرعة، يعيش الحياة بسرعة، يقول لي بعدك، وأنا أحبه كثيرا، أحبه لدرجة أني أخاف من أن تجرحه كلماتي، لذا لم أكن أنصحه مباشرة. عاد بسرعة إلى جبهات القتال في المدينة، عاد إليها دون وداع كاحتراز أمني كي لا تعتقله ميليشيا الحوثي. صار لمحمد شعبية في مدينة تعز، كنا نجهزه للذهاب إلى الجامعة، رغم الحرب أشير عليه فيرد علي: أنا بعدك، لكن لا جامعة ولا فرح. محمد في الجبهة الشمالية يقود موقعا أصيب للمرة الثانية، تغلب على الإصابة ثم عاد. يد أمي على قلبها، ويد أبي في رأسه، يدي على قلبي يا محمد، وعيني على أبي وأمي. صار بطلا، الجميع يسألني عن محمد ويبتسمون. بائع المواشي ومهندس الحواسيب، طالب الجامعة والميكانيكي، الكبير والصغير، وكلما سألني أحدهم عنه متى سيعود كنت أخاف. محمد شجاع خلف الأضواء، الله في قلبه، والمدينة والمساكين في رأسه. محمد صامت أمام الأضواء، قروي يحدق للكاميرات الحديثة بغرابة. كان هناك في أول نقطة تأمين للذين فتحوا الضباب، يطلبونه لأي جبهة لا يتردد، ونحن نحسب أنه بمكان واحد أعرف من الآخرين، فيشتد خوفي.
محمد صار شهيدا، لن يذهب إلى الجامعة ولا إلى الفرحة التي تستقبله على ضفاف الأيام. كان قد كتب وكأنه يروضنا على تقبل الفاجعة: سأموت في الميدان ولا نامت أعين الجبناء. لكنها الصاعقة، يتوتر أبي، ينزوي وحيدا، يتناول عقاقير مضادة للاكتئاب، تتفاقم حالته. آخر اللمسات العطوفة مع محمد كانت قبل 6 أشهر. محاولات أبي للوصول إلى رؤية أخي في المدينة المحاصرة باءت بالفشل. يمنع الدخول حتى لوداع الأجساد المسجاة. أهالوا التراب على محمد، وجاهرت للعالم بقهري. إلى موقع التغيير نت، والذي أورد العديد من العناوين، بينها الكشف عن وثائق تثبت تورط إيران وفنزويلا في برنامج لتصنيع الصواريخ، وفي شأن آخر خلافات بين الإنقلابيين حول مجلسهم المزعوم، ومحاولة عودة محمد القوطي إلى اللجان الثورية. ومن العناوين: وزير التعليم العالي يقيل رئيس نقابة موظفي الوزارة ويعين آخر بديلا عنها. وقال الموقع إن ناشطين ومهتمين استغربوا إقدام نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعين من قبل ميليشيا الحوثي على إصدار قرار يقضي بإقالة أروى الغرافي رئيس نقابة موظفي الوزارة وتعيين رئيس للنقابة بديلا عنها. ووفقا للموقع، فقد تناسى نائب الوزير أن قيادة النقابة يتم اختيارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ولا تعد ضمن مؤسسات التعليم العالي حتى يقوم بإجراء التعيين لها من قبل نائب الوزير. طالبة جامعية في جامعة عدن تهدي أخاها الذي قتل أثناء الدفاع عن عدن من ميليشيا الحوثي رسالتها لنيل الدكتوراه. وقال موقع عدن الغد إن الباحثة منى عوض باشرحيل أهدت رسالتها إلى شقيقها الشهيد فواز عوض باشرحيل، أحد شهداء المقاومة في مديرية خور مكسر، والذي صادفت ذكرى ميلاده يوم مناقشة الرسالة. وأشادت لجنة المناقشة التي أشرف عليها رئيس جامعة عدن بمضمون وقيمة الرسالة العلمية وما بذلته الباحثة من جهد أثمر عن رسالة ستكون إضافة مميزة إلى المكتبة الوطنية ومصدر إفادة للطلاب الباحثين. ومن عناوين الموقع: افتتاح مكتبة مجانية يتحول إلى تظاهرة ثقافية في عدن، وتم اختيار موقع المكتبة المجانية جوار مقهى شهير في مدينة كريتر العتيقة، حيث اكتظ المكان بزوار من الشباب ومشاركة مختلف الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية. الحكومة اليمنية وخطة أمريكا للحل. تحت هذا العنوان كتب نصر طه مصطفى مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال الكاتب في جزء من المقال: تنطلق الحكومة اليمنية من مواقفها الإيجابية في كل مبادرات السلام من نقطة قوة أساسية تتمثل في أنها تمثل الشرعية المعترف بها دوريا والتي لا يمكن تجاوزها، ومن كونها تمثل غالبية اليمنيين شمالا وجنوبا، ومن كونها تسيطر على مساحة 78% من الأرض تشمل كل مناطق الموارد النفطية، وهو ما جعلها تقرر وقف تعاملها مع البنك المركزي الذي يهيمن عليه الانقلابيون في العاصمة صنعاء، والذي استخدموه في تمويل حربهم على الشرعية منذ أوائل العام الماضي وحتى اللحظة، واستنزفوا كل احتياطات العملة المحلية وتسببوا في خسارة الريال اليمني نصف قيمته على الأقل، فيما يعتقد الانقلابيون أن نقطة قوتهم الوحيدة هي سيطرتهم على العاصمة صنعاء التي تتمركز فيها كل مؤسسات الدولة وإرشيفها ومعلوماتها وإدارتها، وهي ورقة يساومون عليها حتى اللحظة الأخيرة قبل سقوط انقلابهم، كما يعتقدون بأن وجودهم السياسي وبالذات الحوثيين هو مطلب دولي لتعزيز التقسيم المذهبي والطائفي في المنطقة، وليكونوا شوكة دائمة في خاصرة المملكة العربية السعودية، ولأن وجودهم كشركاء أساسيين في السلطة اليمنية هو سبب كاف لنمو الإرهاب الداعشي والقاعدي، وفي ذلك مصلحة مشتركة بينهم وبين الغرب في شكل أساسي.
إلى عناوين موقع يمن مونيتور والتي ورد فيها: إيطاليا تعين مبعوثا خاصا في اليمن للمرة الأولى، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تعيين أحد دبلوماسيها كمبعوث خاص للشأن اليمني وذلك للمرة الأولى. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن وزير الخارجية الإيطالي باولو لوني عين الدبلوماسي جان فرانكو بتروسيلا مبعوثا خاصا إلى اليمن. ولفت البيان إلى أن الحكومة الإيطالية تؤكد بهذا القرار الالتزام التقليدي بالسلام والاستقرار والتنمية في اليمن. موقع المصدر أونلاين عنوان: واشنطن تدعو إلى هدنة في اليمن تمتد ل 72 ساعة للسماح لولد الشيخ ببدء المشاورات. يقول الموقع أن واشنطن دعت إلى هدنة تمتد إلى 72 ساعة ليتمكن خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن باستئناف المشاورات بين الطرفين الحكومة والانقلابيين. وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدات لها على صفحتها في تويتر بالعربية إن وزير خارجيتها جون كيري التقى بولي ولي العهد السعودي ونظيره الجبير على هامش قمة العشرين. وذكرت أن الوزير كيري شدد على أهمية تفعيل الهدنة لمدة 72 ساعة من قبل جميع الأطراف للسماح للمبعوث الخاص ببدء المشاورات من الجانبين. نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. نعود اللقاء بكم مشاهدينا الكرام ونطالع أبرز وأهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من العربي الجديد والتي خصصت إحدى صفحاتها للحديث عن مؤتمر مساعدات لليمن من المقرر إقامته في جمهورية مصر العربية، وعنونت: مصر تستضيف مؤتمر مساعدات لليمن في مارس. حيث قال وزير في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إن مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا في مارس لتنسيق الإغاثة الإنسانية لليمن الذي دمرته الحرب الأهلية. وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 10,000 شخص قتلوا خلال الشهور 18 المنصرمة. وذكرت أن نحو 14 مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون يحتاجون لمساعدات غذائية، وأن 7 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة أن اجتماعات الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنطلق اليوم برئاسة تونس تحمل مشاريع قرارات الاجتماع للتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية في قضايا سوريا واليمن وليبيا، ويتضمن جدول الأعمال 30 بندا، من بينها اتخاذ موقف عربي من التدخلات الإيرانية. وقالت المصادر إن الاجتماع سيصدر قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن للتأكيد على ضرورة اتباع نهج الحوار والتوافق، وعلى أهمية تضافر الجهود العربية من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية للأوضاع في هذه الدول العربية. ومن بين مشروعات قرارات الاجتماع الوزاري العربي هناك قرارات تتعلق بمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن والسلم العربي والدولي، إلى جانب مشروعات أخرى تتعلق بالتعاون بين الجامعات العربية والتجمعات الإقليمية والدولية. صحيفة الخليج الإماراتية قالت في أحد عناوينها: 600 منحة دراسية من الأزهر للخطباء اليمنيين، حيث أعلن وزير الأوقاف والأرشاد اليمني فؤاد ابن الشيخ عن تخصيص 600 منحة دراسية مقدمة من الأزهر الشريف للخطباء والمرشدين اليمنيين. وأكد الوزير ابن الشيخ خلال لقائه بعدد من الخطباء والمرشدين اليمنيين المتواجدين ضمن بعثة حج هذا العام في مكة المكررة
المكرمة أنه سيتم ابتعاث الخطباء للدراسة في الأزهر الشريف بعد عيد الأضحى المبارك، وحث ابن الشيخ الجميع على نبذ المذهبية والطائفية في خطابهم ونشر قيم المحبة والتسامح والإخاء بين كافة أبناء الشعب اليمني. وقال وزير الأوقاف والأرشاد: نحن شعب واحد وديننا واحد وأرضنا واحدة، عليكم أن تنبذوا الحزبية في خطابكم من خلال منابركم، أسهموا في توعية الناس على حب الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. التعليم في العراق بعد سقوط بغداد وفي اليمن بعد سقوط صنعاء. تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال العمراني: بعد بضعة أسابيع من تصنيف عالمي نشر مؤخرا أخرج بموجبه كافة الجامعات اليمنية وبينها جامعة عدن من تصنيفه للجامعات المعترف بها حول العالم، لتصبح بذلك اليمن ضمن الدول التي لا تملك جامعات معترفا بها حول العالم، وضمن التصنيف العالمي السنوي للجامعات والمعاهد العليا في العالم. نشر معهد التعليم العالي التابع لجامعة جيانكهاي جياوتونغ في موقعه التصنيف العالمي الصادر لعام 2016، والذي أفاد خروج الجامعات اليمنية من التصنيف العالمي، والتي كانت على رأسها جامعة عدن حتى مطلع عام 2015 ضمن هذا التصنيف، وإن كانت تحتل مراتب متأخرة. عندما يتداخل الدين بالسياسة والتعليم بالطائفية تنحو المجتمعات للهاوية، فحوثنة الدولة في اليمن يتوازى مع مساع حثيثة لتفخيخ العقل اليمني في مراحله التعليمية بصورة طائفية مقيتة. يؤسس الحوثيون جامعة ويأتي هذا محاكاة للنظام التعليمي الطائفي في كل من العراق وإيران، فبعد أن كانت الجامعات العراقية في السبعينات لا تعادل في الغرب وتقبل تلقائيا وتضاهي في التعليم أعرق الجامعات في الغرب أكسفورد والسوربون، بينما لا تقبل أنذاك في الغرب شهادات جامعات عربية أو أجنبية، اليوم كل الجامعات العراقية لا تقبل هي الأخرى. وقص على ذلك الخدمات الطبية، فكانت العراق محجا للمرضى في السبعينيات ولم تكن أنذاك تعرف المستشفيات العراقية، وهو الأمر نفسه للخدمات الطبية. كانت في اليمن قبل 3 عقود أو يزيد أفضل ولم يبنى مستشفى واحد في صنعاء، بل مستشفيات خاصة أو دكاكين خاصة، وهو الأمر نفسه للتعليم. جامعة صنعاء الوحيدة التي أنشأتها الكويت، لم تبنى جامعة حكومية خلال 4 عقود. تواصل الصحف تضامنها وتنديدها على اختطاف ميليشيا الحوثي أحد الصحفيين اليمنيين ونجليه في صنعاء، وعنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية في إحدى صفحاتها: الحوثيون يختطفون إعلاميا يمنيا بارز. وفي التفاصيل: اختطف المتمردون الحوثيون إعلاميا يمنيا بارزا بعد أن داهموا منزله في صنعاء الليلة قبل الماضية. وذكر صحفيون وناشطون يمنيون أن مسلحين حوثيين اختطفوا الصحفي والكاتب يحيى عبد الرقيب الجبيحي بعد أن داهموا منزله واقتادوه إلى جهة مجهولة. ويأتي اختطاف الصحفي الجبيحي بعد أيام على اعتقال نجله حمزة من قبل ميليشيات الحوثي، كما أقدمت على اختطاف نجله الثاني. تتابع الصحيفة: نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت اختطاف الصحفي الجبيحي، وهو مدرس سابق في كلية الإعلام في صنعاء، وسبق أن تقلد مهاما صحفية في رئاسة الوزراء سابقا. ونختم جولتنا بين الصحف العربية بخبر ظريف ورد في صحيفة البيان، وقالت الصحيفة: يسرق بنكا ليهرب من زوجته إلى السجن. تقول الصحيفة في تفاصيل الخبر أن وثائق في محكمة أظهرت أن رجلا من ولاية كانساس الأمريكية سرق بنكا الأسبوع الماضي ليدخل السجن هربا من زوجته. وقال لورنس جون ريبل 70 عاما لزوجته عقب شجار يوم الجمعة: إنه يفضل أن يكون في السجن بدلا من البيت. وبعدما كتب رسالة مقتضبة تقول إن معه بندقية ويريد بعض المال، توجه ريبل إلى مصرف في كانساس سيتي وسلمها إلى الصراف، وأعطاه الصراف حوالي 3000 دولار. وبدلا من أن يسارع إلى الفرار من فرع البنك، جلس ريبل على مقعد في ردهة البنك واعترف
اعترف لأحد الحراس بأنه المشتبه به المطلوب ونقل الرجل إلى مركز احتجاز. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الشرطة إن الرجل نقل إلى منشأة اتحادية في مدينة ليفنورث في كنساس، ولم تنجح على الفور محاولات الوصول إلى زوجة ريبل. كان المنفى أكثر رحمة. تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، مستعينا بما كان قد كتبه أحد وزراء العراق الذين قتلوا في ظروف غامضة سابقا. وقال الكاتب: بعد ربع قرن في المنفى عاد كامل شياع إلى بغداد على إثر سقوط نظام صدام حسين، متفائلا بأن الحرية التي طالما حلم بها أصبحت في متناول الناس، وعمل في الحكم الجديد إلى جانب ثلاثة من وزراء الثقافة. لكنه ما لبث أن اكتشف أنه يعيش مثل سائر المواطنين في كابوس رهيب، فكتب يصف حاله: بجانب التجربة الفعلية والتاريخ الحي، وضعتني العودة وجها لوجه أمام موت وشيك جارف وعبثي. الموت في بغداد يسعى إلى الناس مع كل خطوة يخطونها، فيما تتواصل الحياة مذعورة منه أحيانا ولا مبالية إزاءه في أغلب الأحيان. ما أكثر لافتات الموت السوداء في المدينة، كم من الناس واسيت بفقدان أب أو ابن أو أخ أو قريب، كم مرة قصدت مجالس التأبين معزيا، كم بكيت في سري حزنا على مشاهد الدماء المسفوكة في كل مكان. بعد هذا الانغمار المكثف في وقائع الموت وأخباره، يسألني البعض أحيانا: ألا تخاف من الموت؟ فأجيب: أنا الوافد أخيرا إلى دوامة العنف المستشري، أعلم أنني قد أكون هدفا لقتلة لا أعرفهم ولا أظنهم يبغون ثأرا شخصيا مني. العودة من المنفى في حالتي سبب عاطفي أكيد، إذ وجدت نفسي في علاقة لا أقوى على استبدالها أو تعويضها. إنها العلاقة مع الوطن كمجموعة من البشر والتقاليد والأمكنة، كفضاء من ضوء وهواء، من فوضى وخراب وألم. لكنني لا أزال أشك في أن حب الوطن من صنف الفضائل. كتب كامل شياع هذه الوجدانية المطولة بعد عامين من عودته. عام 2008 اغتاله المجهول الذي كان يخشاه. مجموعة من رسوب الكاريكاتير نختم بها حلقتنا، إلى اللقاء بحول الله.